كنا في السابق نتحدث عليه، يا ناس راهو قطر الدير، يا ناس راهو قطر كذا، ناس راهو قطر 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 قطر. كان في تواجد قطري مسلح على الأراضي الليبية وخاصة في طرابلس. هذه وجدناها نحن عند الدواعش في بنغازي. هذه محاضرة كاملة، محاضرة كلها جاية من القسام، يديرها واحد فلسطيني. الفلسطينيين هم وراء كل التفخيخ. حاولت قتل سيد المشير في 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 الأبيار، قتلت مئات الضباط وضباط الصف والجنود ورجال الشرطة والداخلية في بنغازي.